السلام عليكم. إليكم 10 مسافرين عبر الزمن تم التقاط صورهم. على مر القرون تمت دراسة وبحث فكرة السفر عبر الزمن بشكل واسع، وفي حين ظن بعض الناس أن ذلك ليس ممكنا، ظن آخرون أنه ليس فقط ممكنا ولكنهم قاموا بهذا الفعل، واتجهوا إلى الأدلة والبراهين التي تثبت نظرياتهم. واليوم سنرى معا بعض المقاطع التي تعرض المسافرين عبر الزمن في الماضي أو المستقبل. رقم 1، مظاهرة غير معروفة. لقد تم رفع هذا الفيديو بتاريخ 2012، ويظهر رجلا يعرض صورا استلمها من عمه. إن هذه الصور غريبة، وذلك لأنه على الرغم من أنه استلمها عام 2012 إلا أنها صورا لمظاهرة حدثت عام 2017. وتبدو هذه الصور المثيرة أنها ضد برنامج ما للسفر عبر الزمن، وتتركز حول سياسي معين. يمكنك أن تلاحظ من النظرة الأولى أنه سوف يكون رئيسا بكندا، ولكننا نعلم الآن أنه ليس كذلك، ونحن الآن في عام 2017 حيث ستحدث المظاهرة قريبا. رقم 2، معجب الملاكمة. في مباراة للملاكمة عام 1995 بين مارك تايسون وبيتر ماكنيلي، ظهر واحد من المشاهدين يحمل جهازا غريبا بيديها ويقوم بتسجيل المباراة بهاتف ذكي. من الواضح أن الهواتف الذكية لم تكن موجودة في عام 1995، والهواتف التي تحتوي على كاميرات لم تظهر إلا في عام 2000. تم رفع الفيديو على اليوتيوب وحصل على 5 ملايين مشاهدة. زعم العديد من الناس أنها كاميرا كاسيو الرقمية الموجودة عام 1995، ولكن رد بعضهم على هذا بأن لون الكاميرا مختلف تماما، وأيضا طرحوا التساؤلات عن أن الشخص يصور بشكل رأسي، وللأمانة لا يمكن لأي شخص أن يصور بشكل رأسي. رقم 3، أسرع من الريح. لقد حدث هذا في أوروغواي في بث مباشر لمباراة كرة قدم. بينما كانت تصور الكاميرا الجمهور، ظهر شخص يتحرك بسرعة كبيرة جدا بين الجمهور. قال الكثير من المشاهدين أن هذا زائف، وحتى إذا كان حقيقيا فهو ليس دليلا على السفر عبر الزمن، ومع ذلك يبدو الشخص أنه يجري خلال أشخاص حقيقية. وقال بعض المعتقدين في السفر عبر الزمن إن هذا بالفعل ما يحدث عندما يريد أحدهم أن يسافر عبر الزمن. رقم 4، تشابلن. في فيلم تشارلي شابلن عام 1928 السيرك، ظهر مشهد ماتع أثر انتباه ملايين المشاهدين، وهذا لأنه في مشهد واحد ظهرت سيدة تسير وتبدو أنها تمسك بهاتف محمول، وقد كانت تمسكه بنفس الطريقة التي يستخدمها شخص لديه هاتف محمول، وكانت تبدو أيضا أنها تتحدث إلى شخص ما. وبالطبع لم تتواجد الهواتف المحمولة في العشرينيات، ولم يتم اختراعها حتى بعد 50 عاما من اختراع هذا الهاتف، ولذا اعتبرها بعض الناس علامة على أنها مسافرة عبر الزمن جاءت لتوصل لنا رسالة. وللأمانة إذا كان هذا حقيقيا فإن هذه المرأة ماهرة جدا، أعني أن لديه معرفة كبيرة أن تشابلن سوف يكون واحدا من أهم المخرجين في التاريخ. لذا السير في لقطة من مشهد حاملا آلة إلكترونية حديثة هو طريقة ماهرة جدا لإخبار الناس أن السفر عبر الزمن ممكن. مجددا لا نقول إنها حقيقة، ولكننا نقول إنه تفكير عبقري من مسافرين عبر الزمن. رقم 5، الملاك. هذا الفيديو من تلفزيون سي سي في اليابان، ويظهر شاحنة على الطريق وعلى وشك أن تصطدم بدراجة نارية. إلا أن ما هذا الذي حدث؟ لقد ظهرت هذه الشخصية الغامضة لتنقذ الرجل الذي كان على وشك أن تصطدم به الشاحنة. نزل سائق الشاحنة وهو يظن أنه اصطدم بشخص ما، ولكنه صدم عندما لاحظ أنه لم يفعل شيئا. لقد رحلت الشخصية الغامضة بسرعة كبيرة من المشهد، تاركة سائق الشاحنة وسائق الدراجة النارية حائرين تماما. تقول العديد من التكهنات أن هذا ليس حقيقيا، ولكن حتى إذا كان زائفا فقد تم تصميمه بشكل رائع. رقم 6، راكب الدراجة الهوائية الروسي. مع أن هذا المقطع قصير جدا والحدث المعني سريع جدا، إلا أنه مثير أيضا.
يظهر هنا الرجلان وهما يتحدثان معا عندما ظهر شخص يقود دراجة هوائية من لا مكان. حتى عندما تحرك الفتى الذي يتحدث لم تلتقط الكاميرا الرجل العجوز، وبينما يعتقد بعض الناس أن هذا فقط بسبب زاوية الكاميرا، فمن الصعب التقاط مكان ظهور الرجل من هذه الزاوية. رقم 7. السيارة الوهمية. هذا الفيديو شبيه لما عرضناه للتو ويصعب تفسيره أيضا. إنه تسجيل من شخص يصور من لوحة القيادة في سيارته والتقط هذه الحادثة والتي تعرض سيارة تظهر من لا مكان. ثانية، نسب بعض الناس هذا إلى زاوية الكاميرا، وربما يكون هذا احتمالا، إلا أن السائق أمام الكاميرا قد تصرف كما لو أن هذه السيارة لم تكن موجودة وقد ظهرت من العداء. رقم 8. الرجل الذي قابل نفسه. يعد هاكا نوكيست رجلا زعم أنه ذهب إلى غرفة تحتية كانت بمطبخه وقابل نفسه بالطبع تحت السطح. تبدو هذه قصة مجنونة لا يمكن تصديقها، ولكن هاكا يعرف أنه لا أحد يصدقه، لذا فقد قام بتصوير فيديو له مع نفسه. من الممكن أن يكون أنهما شخصان يشبهان بعضهما البعض، باستثناء حقيقة أنه لديهما نفس الوشم بالضبط. ربما يكون هذا بعيد الاحتمال، ولكن توجد بعض النظريات التي تقول إن هذا ممكن، لذا من يعلم. رقم 9. المرأة الغامضة. يعد هذا المقطع شبيها لمقطع المرأة المسافرة عبر الزمن في تشارلي تشابلين الذي تناولناه منذ قليل، ولكن مع وجود القليل من الاختلافات الكبيرة لقد تم التقاط هذا المقطع عام 1938 من فيلم يعرض امرأة تسير ضمن مجموعة. تبدو المرأة في المنتصف أنها تتحدث مع شخص عبر هاتف محمول، ويكمن الاختلاف بين هذه المرأة والمرأة في تشارلي تشابلين أنه يمكننا بالفعل رؤية ما تمسكه المرأة بيديها على نقيض المرأة في تشارلي تشابلين، فلا نستطيع الجزم أنها تمسك هاتفا محمولا بيديها. إن المشكلة في هذا أن المرأة هنا كانت تسير ضمن مجموعة، ولا يبدو أن أحدهم يهتم بهذا الجهاز الذي لم يخترع بعد. رقم 10. اللص المسافر عبر الزمن. هذا الفيديو مبالغ فيه قليلا ولكنه شائق، لذا سوف أعرضه عليكم. هذا تسجيل من تلفزيون سي سي من أمام متجر مغلق بالفعل. حسنا، ليس هذا هو الأمر، ولكن هنا يظهر شخص ما يعبر من خلال الباب وهو مغلق. بينما فعل الشخص هذا تغير تاريخ تسجيل كاميرا سي سي من عام 2016 إلى عام 2019، ثم عادت للخلف مرة أخرى سريعا، وعندما خرج الشخص من المتجر عاد التاريخ ثانية من 2019 إلى 2016، ثم ظل ثابتا، وبدأ الرجل الجالس أمام المتجر بالتصرف كما لو أنه يقول ماذا رأيت للتو. وكانت المعضلة الأكبر لمشاهدي هذا الفيديو حول كيفية القيام بذلك، ولكن مشكلتي الأكبر هي ماذا سرق؟ هل هذه مثلجات أم أنه ساندويتش؟ أي مكان، هل سافرت عبر الزمن لتسرق هنا؟ حسناً، إذا كنت تستطيع أن تسافر عبر الزمن ولديك هذه القدرات فعليك أن تسرق شيئاً أفضل. إذا كانت هناك احتمالية أن هذا زائف، إلا أنه على الأقل جمعنا معاً. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.